of the town. برنامج بيحكي كل شيء عن كل شيء. وضيوفنا لليلة عابد فهد، ماجي بوغصن، باسم مغنية، ريم حنا، أنطوني توما، باسلة بطولي، سمير يوسف، ميشيل خير. كيفك؟ منيح الحمد لله. كيف صحة؟ شو هالبرونزاج القوي هيدا؟ ايه بتعرفي ايه هلا بلشنا اجواء برونزاج وصيف يعني ما فينا وبحر وهيك وبحر وهيك وكذا وبنات وكذا وبنات ونسوان ما نسوان نسوان نعيم قبل ما نبدا الحلقه بدنا ننوه بالجرافيتي الحلو كثير اللي عمله فريق اشكمان يعني محمد وعمر قباني للسيده صباح بمنطقه مارمتر بدنا نشوفه معنا على الليد. تخيل شو حلو هيدا على الطريق على حيط كبير كثير وكتبوا عليه بدي اعيش للمية بس ليسموني الصبوحة وشايف كيف فاتحة الوردة من وراها وكأنها شمس او عن جد الحياة اذا بتلبق للصبوحة صح. شكرا لهم لانه كرموها على طريقتهم وبدي اقول انه الليلة رح نعلن عن اسم الفايز بموهبة البلد وهو بيكون الشخص اللي نال الفيديو الخاص بموهبته اكبر نسبة مشاهدة بس ما رح نقول مين هو هلا حتى نخليها سيربريز اوكي بس لقلي على القليل خبريني معلش يعني شو وعجب عرفت؟ ايه برافو عليك بس ما تخبر حدا اوكي كمان ما تخبروا حدا بليز اوكي خلال الحلقه بنعلن عن اسمه بس قبل خلينا نستذكر كل المواهب اللي قطعت معنا بهالبلاير اوكي لانه عن جد كانت كلها مواهب مميزه بلاير باسم You're the only one, and though there are times when نتصور كنا برا مع الضيوف معقول شو هالجروب الضيوف الحلوين اللي مبلشين معهم واللي ختمين معهم خلينا ما ننطرهم كثير يلا اوكي وهلا حديث البلد مع عابد فهد ماجي بوغصن باسم مغنية وريم حنا مغنية يعني بالمصري بيقولوا ايه الخير ده كله يعني ايش علينا الخير كله سوا الليلة حبيبي عابد فهد ماجي بوغصن باسم مغنية وريم محنة اهلا وسهلا فيكم انتم مسك الختام معنا بهالموسم بس تقعد دايما بحب يعني علق بالاخر وعم بسألكم اذا جيتوا بالسيارة ولا بالفان شو مع تاتيانا لا توت أربعة هلا سافا يعني حتى سيارة بتساع
انتم ابطال مسلسل 24 قيراط، هالعمل اللي رح ينعرض برمضان على شاشه الام تي في اللبنانيه والاو اس ان المشفره، وبيشارك فيه كوكبه من اهم الممثلين اللبنانيين والسوريين والمصريين، وبتدور احداثه حول رجل اعمال يوسف زهران عابد فهد اللي بيتم اختطافه من قدام بيته بليلة حفل زواجه من زوجته هايا ماجي أبو غصن، وبينرمى بالبحر وبيرجع بيوصل على الشط لكن فاقد ذاكرته، وهنيك بيلتقى بميرا اللي هي سيرين عبد النور اللي بتاخده على المستشفى، ورغم فقدانه لذاكرته بتنشق بينهم قصة حب واستلطاف، حتى نضيع المشاهدين ما يفهموا اذا استلطاف ولا حب. طيب اوكي صح. حتى ما نخبرهم في فرق لانه بين الاستلطاف استاذ نعيم ايه والحب ومع تسلسل الاحداث بترجع بتظهر شخصيته الحقيقيه كرجل اعمال جمع ثروه بطرق غير مشروعه مما سبب بملاحقه عصابه لإله ورميه بالبحر، ولما بيستعيد ذاكرته هون بنشوف هون ببلش الصراع، ولما بيستعيد ذاكرته هون ببلش الصراع بين انه يبقى مع حبيبته الجديده او انه يرجع طبعا لعائلته. طبعا حلو كثير. عابد فهد بلعبة الموت أحدثت يعني جدل إعلامي كبير بسبب ضربك لزوجتك ب 24 قيراط، أنت رجل المافيا بكل ما للكلمة من معنى، يعني هون الضرب حيبين هيك تفصيل صغير حد غير إشياء رح نشوفها. لعبة الموت لعبة الموت و 24 قيراط كتابة السيدة ريم حنا. نعم. فبالتالي هي واعيه انه ما تكون الشخصيه بتشبه بعضها، ف العنف مختلف الحقيقه أكيد. يعني والموضوع بيقودنا لمحل اكبر بكثير اصلا، القصه مختلفه ايه جدا ايه، فالعنف هون هو اوسع اعرض يعني الشخصيه جايه من مكان تربت فيه او البيئه او المجتمع خلاها تربى بطريقه غير شرعيه على يعني او بطرق يعني بتعرفي اللي بيبقى بعيد عن العاطفه عن الاب والام يعني بيطلع شخص مختلف يعني بيفقد الحنان بيفقد العاطفه بيفقد بيبحث عنها دائما باي مكان باي وسيله باي طريقه، واللي بيتعنف بعنف واللي بيتعذب بعذب اوقات ممكن وانت قايلنا عنه فعل لانه رده فعل بتبقى صح انه بتبلش من الحضيض وبتوصل للقمه يعني بهالمسلسل بالضبط. عابد فهد انت بطل 24 قيراط وممثل سوري معروف ومتمكن مواليد اللاذقيه، دخلت عالم الشهره من باب الواسع بعد نشوءك ضمن عائله فنيه، انت الابن البكر لمطرب الاذاعه والتلفزيون السوري جورج فهد وشقيق المخرج عامر فهد، احترفت التمثيل سنة 1985 لتصير عضو بنقابة الفنانين السوريين، برصيدك أكثر من 50 مسلسل سوري وعربي وفيلمين سينمائيين، وحائز على 3 جوائز ذهبية من مهرجاني القاهرة وقرطاج، إضافة لتكريمات من الميوركس دور والبياف. وين حطتهم كلهم؟ بالبيت عندك. ب 24 قيراط بتخوض شخصية يوسف زهران اللي فقد الذاكرة، اتطلب منك هالدور انك ترجع لأخصائيين حتى تعرف كيف بحس وكيف بيتفاعل فاقد الذاكرة؟ أثناء التأليف وكتابة المسلسل مع سيدة ريم كنا على يعني على مراجعة للموضوع، عملية بحث، عملية استفسار. هو الفائد الذاكرة بيفرق أو بتختلف بين من وين جاي هذا اللي فائد ذاكرته يعني إذا خلفيته. كان إذا إيه خلفيته بالضبط إذا كان شرير كتير ممكن يكون ذكي جدا، ممكن يكون قاسي، ممكن يكون إنسان بصير. يعني كذا بيفقد ذاكرته، ممكن يتحول لطفل، ممكن يتحول لإنسان كتير بريء، إنسان وهي المفارقة بهذا العمل بيصير الضد يعني بتحول للضد للإكستريم الآخر. هو هذا المشروع يعني نعم. هو المشروع هيك بدي يقول يعني هيك بدي يحكي قد إيه أنت ممكن تكون إنسان محترم، إنسان لطيف، إنسان بريء، طفل، وممكن تكون شرير بوجه الآخر، بس كيف صار هذا الشر وكيف تحولت أنت لهذا المكان وفائد الذاكرة هي نسبة وتناسب يعني نعيم أنت بتنسى يعني أنت لا. عادة شكلك ناسي هلأ
هلا نسيت اذا بنسى ولا لا. اوقات الواحد بيضطر ينسى، بيعمل حاله انه مثلا وين كنت، اذا حدا عم بيشارعه مثلا مرته صاحبته بتقول له وين كنت، بيفقد الذاكره كليا. ما بعرف اذا بتصير معك عاده هذا. انا بنسى يعني بالحياه شخصية بتنسى عادة يعني؟ كمان خدمتنا يعني كثير هي القصة. هو معروف انه بينسى كثير. والله. عفوا مين حضرتك؟ تذكر نحن وين؟ نحن بحديث البلد الليلة، هلا بدنا حديث البلد كمان بينسى البلد. في كلمة وكلمة بينسى. مرة في شفت فيلم واحد بينسى كل خمس ثواني بينسى، بيرجعوا بيذكروا مثل السمكة، مثل ما ذكرت السمكة. توت قال بدك تعرف كيف بيتصرفوا اللي فقدوا ذاكرتهم، راقب حكام العرب. قال هيك بتفهم دغري منك لحالك. لا تسأل حكيم ولا تسأل مجرب. على كل حال بذاكرة ولا فاقد الذاكرة؟ من حبك ايه انا محبك اكثر من هيك شو بدك يا ظالم مين اللي بردك من حبك ايه عم بتجر العالم انت عاخر هالعالم انت عم بتجر العالم انت عاخر هالعالم انت كيف بدك نحنا من حبك من حبك ايه هيدا باسمه باسم الجمهور كله اللي بيحبك كتير. عن جد انه بنحبه كثير وهذا اللي لاحظناه من يعني الحديث معكم قبل الانترفيو بالتحضير. ماجي بوغصن انت ممثله لبنانيه معروفه ومحبوبه جدا، بلشتي مسيرتك بلبنان وانطلقتي للدراما السوريه ومنها للخليجيه واليوم رجعتي على الخلطه العربيه، متزوجه من المنتج جمال سنان وام ليارا وريان الله يخليهم. برصيدك اكثر من 20 مسلسل وفيلمين سينمائيين من بطولتك وخمس أغاني خاصة بعد فوزك بالمرتبة الأولى ببرنامج ديو المشاهير. ومن كم يوم نلتي جائزة التميز بالتمثيل من الميركس دور عن دورك بكفا، بالإضافة لجائزة أكثر نجمة جماهيرية على شباك التذاكر. بدنا نقول لك ألف ألف مبروك من حديث البلد ماجي. ماجي أعلنت خلال مؤتمر إطلاق 24 خيرات عن خوفك من الوقوف قدام عابد فهد. صح بعده مخوفك لهلا ايه بعده شو بعيب شو هيدا خوف المسؤولية لأنه عابد فهد ممثل كلنا منعرف مخضرم نجم شخص هالقد حريص على كل كلمة بكل مشهد فحسيت حالي فايتة على امتحان جديد وإذا ما بحس هيدا الشعور بكل شي بعمله ما رح أعمله بهالمصداقية وبهالإحساس بالمسؤولية. بعدني كل مشهد بحسه أول مشهد رح أعمله وهو المشهد الوحيد بالمسلسل، مشان هيك عندي إحساس أنا دايماً ما برضى على شغلي. أول مرة بحس بمطرح بس نرجع عشية على الأوتيل عم نصور بصغرتا هيك عندي إحساس إني عندي شيء حلو. ليش بيستفزك بتقولي بمكان ما بالتمثيل؟ بيستفزني لانه بالاوف هو نفس الشخص بيعطي نفس الاحساس. بيستفزني لانه بس اطلع فيه ببكي لحالي حتى امبارح علي بليز وقفي بكي بالمشهد قلت له ركور هو المشهد ركور بكي فانا ما بستعمل قطره احساسه الصح دغري بيوصل. فرق ما تكوني عم بتمثلي قبال ممثل ما عم يعطيكي صح ما عنده هيدا الاحساس هيدي الشراره اللي من جوا اللي بتطلع اللي بتنتقل بالعيون. ماجي غنيت كيف قاعدين انتوا سوا هيك غنيتك حد غنيت عابد دغري انت من اهم كتاب السيناريو بسوريا بتنحدري من عائلة حنا الفنية بنت عمك الكاتبة الشهيرة أمل حنا وشقيقك الممثل والمخرج رامي حنا. أولى تجاربك مع التلفزيون كان سنة 93 مع مسلسل أحلام مؤجلة ولليوم برصيدك أكثر من 20
عمل. ريم حنا تداول الاعلام اقتباسك لقصه 24 خيرات عن فيلم اجنبي، ويمكن هالشيء لانه رجعوا بالذاكره لاخر مسلسل عملتيه لعبه الموت، لانه كان متاخد عن سليبينج وذ انمي لجوليا روبرتس، مع انك عالجتيه بطريقه مختلفه جدا. هالشيء مش مزبوط، ما بينطبق على هيدا المسلسل. لما اتصل عابد فيني فيه وقال لي شو رايك ريم، بيستفزك موضوع شخص فائز ذاكرته. اول شيء خفت، من اي ناحيه خفت؟ انه هي الفكره تم صناعتها باكثر من فيلم واكثر من تاريخ. فقلت له يعني هي حلوه بس خليني افكر شوي، لانه كمان يعني بده يتوقع الواحد هذا الكلام يعني. ففكرت وتعاملت مع قصة فقدان الذاكرة أو الأمنيجا كفرضية. يتم تداولها بالأعمال الفنية، مثل واحد مشي دعسته سيارة مات، يعني كل يعني بيتبطل مثلا فيلم ثاني يحكي عن واحد قطع الطريق. هي الزاوية، طريقة المعالجة، هي فرضية، هي حالة مرضية يعني متناولة مثل ما بنتناول الاوتيزم، مثل ما بنتناول الكانسر، تمام، يعني مجموعة حالات ممكن الواحد يتناولها. فقلت له لا اوكي، خلينا بهذا المشروع. بس التحدي كان اكبر لانه يعني متناولينها لهالقصة. لكن شو بيصير؟ بيصير في مقاربات بأي معنى. انت لما بدك تحكي عن حالة مرضية بدك ترجعي للريسيرش للاطباء اللي بدك تساليهم، فهن بالضروره رح يتقاطعوا مع شخصيات اخرى في اعمال اخرى مروا بنفس هي الحالات. يعني انا رح مش بنفس القصة ولا بنفس التسلسل، بس ما رح اخترع حاله مرضيه وعلاجها. انا بستفيد من العلم، من هذا شيء ثابت تماما. فمن هالناحيه فيكي تقولي اقتبست. لا لا. في ناس قالوا انه عم تاخذي مشاهد عم تستوحي من غير افلام شوي من هون شوي من هون. انا ما بستوحي غير عم تبعدي عن باسم مغنية. انت فنان لبناني وسيم جدا، ناجح ومحبوب، وبتجمع بين التمثيل والاخراج، نلت العديد من الجوائز، وبرصيدك اكثر من 40 عمل تلفزيوني وخمس اعمال سينمائيه. رغم دراستك وبراعتك بالاخراج بتقول انك بتفضل التمثيل. اخرجت عدد كبير من الاعلانات وحوالي ال 55 فيديو كليب. في شيء واحد لفوزي ابو لوزي؟ لا ما في. بعد ما صار تعاون. لا نحن عم نشتغل على بادجت صغير. فوزي ابو لوزي ما بتقدر تلحقه يعني. لانه على فكره معجب فيه، بحب اشتغل معه يعني. والله بتعرفوا بهالشخصيه، حاضروا بهيدي الشخصيه ابو لوزي. فوزي ابو لوزي مطرب. شرفنا. اهلا وسهلا. رغم دراستك وبراعتك بالاخراج بتقول انك بتفضل التمثيل. اخرجت عدد كبير من الاعلانات وحوالي 55 فيديو كليب، ومسلسلين عرضوا على الام تي في هن ادم وحواء وفرصة عيد، وراح تطل بدور محوري بمسلسل 24 قيراط. باسم انت بالمسلسل وسام الشاب الجقل شقيق هايا ماجي ابو غصن زوجة يوسف زهران، بتقول انه في شيء جذبك بهالدور غير انه بان عرب؟ يعني انت سبق ومثلت بمسلسلات بان عرب، بمحطه المنار، عده مسلسلات، في شيء اضافه جذبتك بهالمسلسل شو هي؟ هلا ما في كثير احكي عن الدور، لانه يعني اذا بدك تذكري قصه المسلسل عاده للاعلام ما بتجيبي شخص، ما بتحكي عن شخصيه وسام. وسام هي شخصيه الناس بدها تفهمها من خلال متابعتها للعمل. صح. فما بدي احكي كثير عن الشخصيه، غير انه شخصيه كثير جديده اول مره بعملها صراحه. وراح يتفاجئوا الناس من 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 اختياري لهالشخصيه، لانه عاده دائما مبين قصص الحب والغرام، وحتشوفوا شيء ثاني ما شفتوه قبل. ما بخفي عليك انه ايه انا يعني نحن بحاجه الممثلين اللبنانيين اللي صاروا عمر عم يشتغلوا وعندهم اسمهم ببلدهم انه ينتشروا بالوطن العربي. ف
فعمل عربي يضم نجوم عرب امثال عابد اللي انا بفتخر انه انا عم بمثل معه، وده هو سبب كمان من الاسباب الاساسيه اللي هن اسباب كتار اللي خلوني يكون بهذا العمل. وطبعا كتابه ريم حنا وثقتي بالشركه اللي انا بعتقد رح تكون من اهم الشركات بالوطن العربي بالانتاج. وصدقا انا ما عم بحكي هذا الشيء لانه عم بمثل بهذا العمل ولانه عم بحكي، بس هذا عم بلبسه بايدي من خلال الشغل اللي عم انا بالنهايه عندي خبره بهذا الدومين، فبعرف اذا الانتاج منيح ولا مش منيح، وبعرف اذا الشغل حلو ولا مش حلو. انت مخرج وبعرف يعني اذا الكاستنج ما انا ما بحب يعيطولي مخرج لانه انا ما كثير بحب اكون مخرج. بعرف يعني قلنا انه إيه شغفك الاول والاخير هو إيه التمثيل إيه. فبس هول الاسباب اللي خلتني اتشجع اكون بهذا العمل. و كتب لك يعني بتشتغل ببلاش الفن رساله؟ انا ممكن اذا اجاني عمل انا بطمح انه يكون موجود فيه. ايه ما انا بدي شو بدك حاطط حطاط هلا لا انا بدي اقول شغله انه انا كثير ما بحب الارقام اللي بتنقال على التلفزيون عاده وما بامن فيها ابدا. وانا ضد اي ممثل مع انه في ممثلين وبالاخص الممثلات يعني بتفاخروا. هذه وجهه نظري. ممكن يكون اخذ اغلى اجر بالوطن العربي وما احكي عن الموضوع لانه هذا منه مفيد. هذه شغله خاصه بينه وبين شركه الانتاج وما حدا له علاقه فيها. بنيه انت عليك انك تقدم عمل حلو وتشتغل شغلك مضبوط وتوصل لكل الناس. صح. على كل حال قبل ما نكمل حوارنا بدنا نستمع بشكل حصري ومن حديث البلد لمقدمة مسلسل 24 قيراط اللي بتحمل عنوان حبيني بصوت لمين هيدي حبيني؟ لماجي ولا لسيرين؟ أنا بعد ما سمعت الأغنية دراغب ثلاث أربع مرات بعد ما سمعت الأغنية ثلاث أربع مرات خطر على بالي إنه لو كانت هي الأغنية موجهة للحياة تصلح ان يعني تغنى للحياه. الحب يعني هو الحياه يعني انه بنطلب من الحياه تحبنا، بنطلب من يعني يعني ممكن تتبادل ممكن الحب ممكن مع الحياه ممكن قراءتها يعني بهذا المستوى ايضا. خلص لا إلي. للكل لا إلي. قالت ما انا بعتقد لطلال الجردي انا بدي اعتزم السوبر ستار يعني كان لازم فوزي ابو دوزي يغني ما قبل ما قبل ما كان العرض كافي مشان هيك انتم نقلتوا بانتاج اعلى ان شاء الله غير طبق بالنسبه لطبق الصوت هي من الحان وكلمات الفنان كمان مروان خوري عن جد وتوزيع داني خوري وتسجيل استوديو روجا ابي عائل ما تغار فوزي رح نسمعها هلا بصوت شباب امسك حالك لان حضر حالك اوكي يعني. ايه بعدين فيك تنتقدها عن جد يلا هات نشوف من كتر ما تغيرت علي يا صوت مش عارفك لمين هو عيني لا هو مش عيني ولا الضحك اللي كانت من السنين ومن كتر ما عم يمرق على قلبي همه عم يرسم عوج زور بتطلع بلكي بشوف حوالي صورة تذكرني أنا شكون من كتر ما عم ياخدني هالزهورة بالبحر اللي ما عنده نجوم ولا سطود دخيلك يا حياتي خوفي اغرق خلقيني عيدك بالممنون من كتر ما عم بشعر في شي تغير المسلسل هالأغنية حلوة جدا. عابد فهد برجع لك اليوم وقعت حصريا على هالمسلسل رمضان وانت من محبذي العمل الواحد بهالشهر مع انه شفناك بال2013 بثلاث مسلسلات اللي هن الولادة من الخاسرة و سنعود بعد قليل وسنعود بعد قليل ولعبة الموت هدول 2013 ولعبة الموت هي سنة 2013 يعني صراحة هو ما كان في ولا واحد منهم بينرفض هالمسلسلات. اليوم بس تاخذ مسلسل واحد برمضان لازم يكون عم نحكي واقعيا لازم يكون التعويض المادي يوازي الحصريه اللي اليوم انت عم تعطيها لهالشركه او لهالعمل؟ تاكيد نعم تاكيد يعني هذا الاتفاق يعني هو نوع من التسويه يعني نعم. انا لمصلحه انك تكون معي انت على بهذا العمل بشكل حصري نعم. كي يعرض على هذه الفضائيه بشكل حصري انك نعم. تكون انت موجود هون يعني في معنى
مجموعة من الأسماء ما لازم تتكرر، يعني الشركة حريصة على أنه هاي الأسماء تبقى هون موجودة وتعرض على الفضائية، لأنه التلفزيون أصلاً أو الفضائية اللي بتاخذ المسلسل هي عم تدفع حق هؤلاء، صح، يعني عم تدفع أجور هؤلاء ضمن العقد أو ضمن هذا بنشوفه دائما اكسكلوزيف، يعني اكسكلوزيف هذا الاكسكلوزيف ما له ببلاش، يعني فانه انا اطلع بعمل ثاني ويطلع على تلفزيون اخر يعني راح ياثر على الاعلانات، راح ياثر على السبونسر، راح ياثر على، فبطبيعه الحال هذا ينافي الاتفاق ينافي العقد لحتى انا اقدر اكون مرتاح ماديا ومرتاح ومتوازن اجتماعيا، ويعني الواحد كل ما شوي يعني مع احترامي للجميع كل ما نعرف أكثر وكبر أكثر عنده ضريبة بيدفعها أكثر من غيره، يعني ماكي كتار ما بيعرفوا أنه برصيدك عدد كبير من المسلسلات السورية ومنها الخوالي وهولاكو ورمح النار، إضافة لأعمال خليجية أهمها مع الكوميدي الكويتي داوود حسين قبل ما ترجعي من سنوات للتمثيل حصريا بأعمال لبنانية. غيابك عربيا كان لرغبتك بتكريس نفسك لبنانيا وحضورك؟ لا مش لهذا السبب، غيابي بسبب زواجي وإنجابي لريان ويارا، وأخذت بريك طويلة حوالي 6-7 سنين ما عملت أي عمل، فلما قررت أني أرجع حبيت اني اكون بلبنان لانه الاولاد صغار وبكون حدهم، قلت بس كبرهم شوي برجع سافر، بس الشيء اللي لحسن حظي صار انه صرنا عم نقدر نشارك باعمال عربيه هيدي الخلطه بلبنان، هذا صار بيتناسب الأم معك ودورك الأم غير الممثل المنة متزوجه، يعني صح اسهل تنقل اهون طبعا بكثير. ريم حنا صار في سوء تفاهم بينك وبين المخرج الليث حجو باخر تعامل لك معه برمضان 2013 على خلفيه نهايه مسلسل لعبه الموت، واليوم بنقول لك مبروك عوده التوافق، شو الضمانات اللي حصلت عليها حتى ما يتم العبث بنهاية قصتك هالمرة؟ هلا أول شيء ليث صديق عزيز جدا، ويمكن كان خلاف فني ما على صعيد الإنساني أبدا ما في خلاف، زائد هو مخرج بارع الحقيقة، وعم اشتغل، أنا شفت بعض النتائج الحقيقة كانت يعني أسعدتني فعلا، شكر يعني. أسعدتني جدا طبعا. ف صار هذا الخلاف، وطبعا انا صرت حاكي اكثر من مره لانه ليش صاير عم يتحسس من تكرار هذا السؤال. نحن عرفنا انه هلا سمن على عسل، اي سمن على عسل، واللي اصلا الاختلاف بوجهه النظر ما بيعني لا يعني الود قضيه، طبعا الود قضيه، بس انا عندي حجري بدي اعرف شو اللي تغير بالضبط بنهايه المسلسل. طب ما نحن هلا ماشي حالنا ما بنشتغل هو ما تغير، هو ما تغير شيء بالنهايه جذري كثير، يعني هو صار اختصار شوي لا تغير جذري اختلفت، يعني تحول لا لا هيدي عبيناها مي وحطينا فيها سمك وكهرب بدنا نحط فيها سمك ونشوف قد ايش ذكرتها تجرب، هي تجرب مثلا تجرب تحت شوي جربها، فكره حلوه على فكره، عزت فكره حلوه كثير انه مي هيك شوي كنا لون عم يطلع ضوء منه كثير كثير كثير، ونحن عم نشوف هالسمكات بتكون عم بتخبرنا، بتكون عم بتخبرنا شو اللي صار بالضبط، بيساعد دولفين بيساعد فيها هلا بيساعد انتوا اذا بتعرفوا كريستو بيحبون هدول القصص، انتوا اذا بتعرفوا بس خلينا اعرف شو اللي بالضبط، يعني يمكن في كثير مشاهدين ما عرفوا تابعوا المسلسل بس ما عرفوا شو اللي كان المفروض يكون مختلف. كان في مشروع لجزء ثاني نعم، فكانت يعني واحدة من النهايات انه يعني اللي انا كتبتها انه يعني بنسمع بصير في بيعرف وين انه كانت مع شو اسمه، بصير في مواجهة، بعدين نحن بنطلع برات الموقع ما هن موجودين بنسمع طلق ناري، بننتقل لعندهم بنطلع على وجوه الثلاثة فيهم ما بنعرف مين قتل مين والمسدس كان مع مين، يعني بتضل النهاية مفتوحة لحد هون، ما كنا عم نصور هيك عملنا هيك يعني وخلص المسلسل على اساس كان يخلص بهالمعنى لحتى نروح للنهاية مفتوحة لنقدر نروح للجزء الثاني، بس هيك يعني اللي صار انه الجلاد تحول لضحية هيك الناس يعني استفز هذا الموضوع انه اليوم اللي هو انا يعني يعني رجعوا تعاطفوا معه تعاطفوا مع تعاطفوا مع الشخصية بالاخر، تعاطفوا معك بالاخر الناس
يعني الحمد لله يا رب. لا عن جد يعني تعاطفوا معه. باسم ليش وصفت عابد بانه ابن بلد وجدع؟ هيدي عباره مصريه. لانه ابن بلد وجدع. بس ليه شو اللي خليك توصل للاستنتاج؟ يعني بس تعشى الشخص يعني نحن صرنا فترة مع بعض كسهر يعني انه اخذ لك اختك عملكم منيح وهيك يعني انه منيح مع بيت حميه. لا هو كثير كريم على فكرة مع بيت حميه. مع بيت حميه هيدا الكرم هيدا من صفات الاخلاق العالية صح حقيقة. بقى انه يعني كسهرك يعني هيك لقيته ولا كيف؟ انا يعني بشرفني يكون عندي سهر مثله، ما بالعكس انا بنبسط. عابد شخصية مميزة، انا فعلا حبيته اكثر لانه سمعت عنه غير هيك تماما، وكنت عم بحكيكي ورا الكوليس عن هذا الموضوع وجيت قلت له لعابد، قلت له انا انسان صريح بقول يعني، قلت له انا سمعت عنك هيك 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 وانا تفاجأت انه انت شخص على طول بتلاقي في تصريحات. شو قالوا لك عنه يعني؟ شو قالوا لك عنه مثلا؟ كل الصفات اللي شفت عكسها قالوا لي عنه يعني. قالوا لك مغرور. قالوا مغرور وشايف حاله بتدخل كثير بالقصص بالتصوير، بيفرض يعني رايه على ايه يعني الحمد لله انه طلع غير هيك تماما يعني. بس عرفنا انه حملك كريمون يعني، حملك بالمسلسل، شو صار فيك لما مرض؟ لا انا ما حملني، انا دعوسني بالمسلسل. لا برا الكواليس بالميكينج. لما مرضت يعني انا صار معي حاله تسمم، وطبعا المحبين بالعمل كتار صراحه، وجه تحيه للكل من مخرج بس ثلاث اشخاص اللي حملوك هن. انا ما كنت واعي مين، بس انا بعرف ما قبل على فكره يعني، حاولنا ناخده للسياره او للهي، نزل قال بعدولي انا بمشي لوحدي وما قبل حدا يحمله يعني، راح لوحدنا طلعنا بالسياره فتح الباب كان حافي، قال اذا بتريدوا ما تواخذوني انا بس نص ساعه وبرجع. رحت لحالك على المستشفى؟ لا 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 رحنا سوا، قلبنا الصليب الاحمر واجوا ما قبل يعني، عملنا له ضغطه باللوكيشن، قاسوا له يا ضغطه كويس كذا، بس في حاله تسمم. عابد هلا حتى بالكلام ببين انه صوتك حلو. يعني فيك تكون فويس اوفر، فيك عندك حضور بالصوت، واكتشفنا كمان وعرفنا انه بتغني حلو، ومش مفاجاه لانه والدك المطرب المعروف جورج فهد، وبنعرف هلا صار لهم ساعتين قاعدين يشكروا فيك، قاعدين يشكروا فيك ويقولوا قديش انت شو كريم. طبعا ايه يعني الكرم هيدا بينطبق على كل شيء، على كل شيء بينطبق الكرم. بقى بدك تكون كريم معنا بحديث البلد. والقمر نور يا عين عيني، عالمو عالمو قلب بم، عالمو عالمو قلب يا ما حلا فصحى يا عيني على راس البرام، والقمر نور عيني على مو على البحر. هلا ماجي صوتها حلو وانت صوتك حلو. انا افتكرت تعرف ماجي تخليها تساعدني. وباسم صوتها لا بعرفها بس بدي عنده تجربه بالاغاني، هون استاذ كبير يعني. بقى بدنا نسمع شيء ثلاثتكم سوا مع فوزي ابو لوزي. مع فوزي ابو لوزي دخيلك. بس صراحه انا بخجل استاذ قدام استاذ فوزي ابو لوزي. معلش هو لجنه حكم رح يكون يعني حكم. يلا قولوا سمعونا اطربونا هيك نشوف شي طرب شعبي هيك. الحلوه دي قامت تعجن بالفجريه. يلا الحلوه دي قامت تعجن بالفجريه، وديكي بيدا وكوكوكو بالفجريه، يلا بينا على باب الله الصنيعية، يجعل صباحك صباح الخير يا شعبية. العين صباح صباح الصباح فتح يا علي، والجبن فيه شي ولا مليم، بس المزاج رايق وسليم، باب الامن بابك يا رحيم، الصبر طيبات تغير
بوجه تحية بس لديما قندلفت يعني مني ومن هنيها بزواجها، لأنه هي معنا بالعمل وتزوجت هلا حديثا. ألف مبروك. فا إيه وكمان أكيد يعني كنا حابين تكون سيرين موجودة معنا بس لظروف يعني. بدنا نوجه تحية لظافر عبدين، لرشا مهدي، ولا يعني كتار معنا بالمسلسل عن جد دايما عم ننسى هيك نعد اسماء اشخاص. واكيد تحيه كبيره لاستاذ ليس حجو اللي عامل شغل في ابداع. صح، قبل ما انتقل على الاسئله السريعه عندي سؤال لك. لا سؤال بطيء. شو اسمه صحيح بعدك بتكتبي بايدك، ما بتستعملي الطباعه وبتخربشي كثير وما بتقدري تكتبي غير قدام الحيط، لانه اذا شفتي اي مشهد معقول يشتتك. ايه تركيزي ضعيف شوي. تركيزك هيدا وهيدا مسوده من من الكتابه من سيناريو 24 ايه عرفنا قصة مورا. شو صار؟ ياسر زهران يا لا لا انا حاولت اختار مشهد يضيع. عابد فهد، ماجي بوغصن، باسم مغنية، وريم حنا، وانترفيو 3-2-1. هيدا الانترفيو بيمشي بالقلب من الاقل اهميه للاكثر اهميه بالنسبه لكم. اوكي رح اعطيكم ثلاث امور وبتختاروا من الاقل للاكثر. عابد فهد، الولاده من الخاسره لو او 24 قيراط. 24 قيراط ما طلع على الهواء، ما فيني احطه ضمن ال يعني ما فيني احطه ضمن الرهان. لعبه الموت 3-2-1 من الاقل. لو لعبه الموت، الولاده من الخاسره. الولاده من الخاسره اول شيء تعتبرها حقيقة يعني مسلسل رائع. ماجي، منتج، مخرج، ممثل. صعبة صعبة عن جد، يعني ما بقدر مثل إلا تحت إدارة مخرج يكون مسكني صح، وتحت إدارة مخرج أبضاي. ما بعرف مثل حتى لو دور عدوي غير مع ممثل أبضاي، لأنه هي مثل لعبة البينبو. وبالنسبة للمنتج إذا الإنتاج مش متوفر صح فأنت ما بلا بنزين ما في طبعا السيارة ما بتمشي أكيد. إذا بدك تضحي بشي من هيدول الثلاثة بضحي بالإنتاج، يعني المنتج بيجي إذا قلنا الإنتاج بالدرجة الثالثة. الإنتاج بالدرجة الثالثة. أوكي بس مخرج ممثل. مخرج وممثل لا ما في، بدك تحطي حدا. طيب بدي أحط مخرج بعدين ممثل. إذا بدي ضحي يعني او احط تراتبيه يعني بضحي لكون انا صح تحت اداره مخرج صح، ويمكن الممثل اللي قبالي ما بعرف يمكن هو يكون مسؤول عن حاله. يعني عندك منتج ممثل مخرج، مخرج بيجي باعلى طبعا رتبي. صح. اوكي باسم، تلفزيون مسرح سينما، اهون عند باسم. تلفزيون مسرح سينما. ريم، ممثل مخرج كاتب. ممثل مخرج كاتب. تحجيني. لا كاتب اكيد ثالث واحد. ثالث واحد انا اهم شيء. اهم شيء طبعا اهم شيء اكيد لازم نص ينطلق منه. ما في عمل بلا نص ما في عمل. وبين المخرج والممثل ليك انا بحب الممثل يعني معناته يعني مخرج ممثل كاتب. لانه في عن جد ممثلين بيوصلوا لدرجه من الاحتراف انه بيقدروا يديروا حالهم. انا بحس يعني بمكان معين. توافقني استاذ عابد؟ وافق. خمسه حديث البلد مع أنتوني توما. جاءوا المناسبة. مساء الخير أنتوني توما، وسهلا فيك بحديث البلد. ليك الشباب كيف زقفوا لك هالزقفه الكبيره. انطوني توما، انت مغني،
مؤلف ومنتج لبناني، درست إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية ببيروت الأيو بي. من زغرك تعلمت العزف على البيانو والجيتار، وبدأت شهرتك بأغنيتك الخاصة مورنينج ووك، واللي أنتوا هيك صورتوها يعني بعدني بتذكر أنت وصديقك ويمكن صبية معكم على طريقة هيك كثير سامبل و كان بروجي جامعة ودفعنا 100 دولار لتصورني وأخذت ضجة. بال 2013 نفست على لقب احلى صوت او ذا فويس بنسخته الفرنسيه، وانت الليله ضيفنا بحديث البلد بعد ما احتليت المركز الاول ببرنامج دانسينج وذ ستارز. الف 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 مبروك انتوني، وبتستاهل اللقب عن جد، خاصه انك اول شاب بيفوز بالسنين الثلاثه اللي بلش فيهم البروجرام. بعتقد كثير عالم فشوا خلقهم بهالموضوع، انه الشباب هالمره الشباب عم بيطالبوا بحقوقهم. كانوا كان في شابين بالفاينل كمان، كان في روني فهد مايس. صح انتوني، خففتوا من ستريس هالمنافسه القويه بالتناغم المهضوم بينك وبين محمد عطيه. وبالضروبة اللي كنتوا تعملوها بلجنة الحكم كنتوا عن جد يعني the joy of the show. غير الصداقات اللي بنيتها وغير يعني هي الخبرة ككل، شو أضاف لك الرأس؟ أول شيء استعرف استعمل جسمي أحسن بكتير، استعرف حب المسرح كمان، وغير أنه تربحت كمان، مش بس أنه ربحت Dancing with the Stars، كان الفكرة أنه فتت وحطيت راسي بشغلة وقلت بدي أوصل لأبعد شيء ممكن، وعطيت 100% وقدرت أركز على حالي يعني. وبصير في كتير ستريس، بصير في كتير عالم عم يتفرجوا عليك، كتير عالم عندهم اكسبكتيشنز منك، فصعب الواحد يضل مركز على حاله ويضل عم يشتغل على حاله. انتوني خلينا نشوف هلا لحظة فوزك بدانسينج وذ ستارز بهالبلاير، بلاير باسم. انتوني وداليدا، مين رح يحمل الكيس؟ داليدا وانتوني اثنيناتهم ربحانين، ونحن ربحنا وجودهم معنا بهالموسم. النتيجة عم تبلش تطلع قدامنا على الشاشة. مبروك أنتوني توما بنسبة 60.7%، وبيستلم الكيس من معدة البرنامج جنان ملاد هارد لاك لداليدا. شيء رح يستفز فوزي ابو لوزه كثير، لانه بنيسان 2015 اطلقت البومك من نانسيلور بالفيرجن ببيروت، وحقق سابقه من نوعها لما انباعت كل النسخ باقل من ساعه من بدايه حفل التوقيع. صايره معك استاذ فوزي؟ نزلت وقتها 10 كاسيتات 10 سيديات. هلا مش قصه الكميه والنوعيه، بس بتعرفي جمهوري انا كبير. نعم. بس الكميه كانت شوي يعني 10 ما لحقنا بدقيقه يعني بابن خالك وبنت عمك. صح. يعني اخذتهم انا رجعت اخذتهم على البيت. من هالالبوم انتوني في اغنيه Let Me Be Your Lover، هي ديو جمعك مع انريكي اغليسياس. ومؤخرا صدر ديو المصري الانجليزي كل ليله اللي جمعك بصديقك محمد عطيه. مع انريكي كنت متوتر بسبب اهميه الخطوه وكنت خايفين من هالخطوه، مع محمد عطيه دغري ركبت الاغنيه الفتوها ولحنتوها وغنيتوها، شو الفرق بين الحالتين؟ وقت عملنا ديو مع انريكي كنت انا اول شيء ما بعرفه لانريكي على نيفو شخصي يعني، وكان خطوه كبيره مثل ما انت قلتي، كنت ولا مره عامل ديو مع حدا اصلا، وكان لازم اروح على ميامي تسجل، ورحت نهارين ورجعت على امريكا، فكان غير اكسبيرينس. مع محمد كنا ديجا صرنا كثير رفقه، عم نقضي كل الوقت سوا كنا، وصار في طلعت الغنيه من عن جد قاعدين سوا، عملنا ماش اب عمرو دياب وبراين ادمز، ونزلناها على يوتيوب هيك انا لابس عوينات وقاعد بالاوتيل، ونزلناها على يوتيوب والعالم كثير حبوا، قلنا ليش ما بنعمل شيء سوا، وطلعت فكره الغنيه. انا كنت ملحن شيء سمعته قال لي حبيتها خلينا نجرب نكتب كلمات عليها، وهيك طلعت الفكره. سويتها طلع عمل من هيك قاعده مع حدا انت عندك، بيطلع كثير اهين والشغل بيصير
ايزي كوز ما حدا عم يفكر ولا ايجو ولا شيء، عم فكر انه نعمل شيء حلو. عم تعملوها بفرح بتسليه. بس كنت مفكر انه انت انطوني الفرانكوفون اللي عندك مشكله تحكي عربي، يعني هلا عم بتحسن العربي الخاص فيك انه تعمل تحكي مصري وتغني مصري مع محمد اللي عنده توتر من اي كلمه فرنساوي. ما شاء الله صغير انطوني، قديش عمرك انطوني؟ انا صار 23 هلا من جمعة. ما شاء الله يعني مع هالمشوار اللي عملته، مشوار ونتائج وخبره وسفر ومع نجوم عالميين. برافو برافو. التوت عم بيقولك، توت هو دائما بيعطي ملاحظات عم بيتساءل، يعني السفير الروسي بيحكي عربي احسن منك. مني؟ يعني فصحى فصحى صح. انا كثير انا بفكر انه ما بحكي عربي منيح، لاني بس هو بيحكي عربي هلا. بس انا بحكي عربي طبيعي بس بلده، فانا بفكر انه عندي اكسنت او مني مقارنة مع الروس. بس بيحكي كثير مني عربي. خلينا نسمع المقطع الخاص فيك من ديو كل ليلة. اوكي. Baby you take my breath away when you move your body this way. I'm thinking about you night and day. Got me going crazy. كل ليلة هون يا جميلة، نظرة منك مستحيلة. You can be my senorita and I will love you like no other. اليوم بين ايدينا السي دي الخاص فيك انطوني توما. منو سيلو البوم للنجم اللبناني العالمي انطوني توما بضم 12 اغنيه باللغه الفرنسيه من انتاج شركه بوليدور. أنطوني بدنا نرجع نهنيك بواحد فوزك الكبير بدانسينج وذ ستارز بألبومك الأول، نتمنى لك النجاح بجولاتك الغنائية وتحديدا بحفلة انرجي ميوزك تور واللي رح تطل فيها بواحد آب بلوبيال. وبس ما نخلص معنا لأنه عندنا سلسلة أسئلة سريعة. ما نجي أنا. أوكي يلا. أنطوني توما وانترفيو هي. نقيها هي براسك هلا. بتعرف انا حسيت حيجيني هيك سؤال. يعني مين فانزيتك كلهم بده يهتموا بقلبك وبالغرام وبال هي بتحبها؟ لا عم بفكر بفانزيت بحبك ولا بتحبها؟ بتحبها. قول الصراحة بشكل ما عندي حدا هلا سو ما عندك حدا؟ اوكي هي حلوة؟ بس هي اللي رح تكون هي أكيد رح أحبها. إيه أوكي. طيب ما عندك حدا براسك هلا؟ خلص حط حدا براس. حط حدا براسك بيعجبك على القليلة. أوكي. أوكي. هي حلوة؟ كثير. هي كذبت عليها؟ لا. هي بتعرف قد إيه أنت إذا ما بتحبها قد إيه بتعجبك؟ لا ما بتعرف. ما بتعرف. والله لا تعرف تروح لا من ايدها ولا من اجرها هلا. هي شو بتقلها اذا بدك تقلها شيء؟ بالله خليك مثل ما انت. هي مين؟ ما في اقول. ما راح اقول لك. انت كنت عم تقول انه كريستين تطلب اشياء بالحلقه ونحن كل هدول الحلقات كنا عم نطلب منك انت اشياء. ايه شو المطلوب؟ فانت اليوم رح تاخذ محل كريستين. بنزل من السقف يعني؟ لا ما رح تنزل من السقف، بس انت رح تطلب محل الكارت، رح تطلب شيء من الضيف. ايه شو بدك تطلب منه لانطوني؟ اوكي بس شو ما اسال يعني او اطلب بده ينفذ، ما في انه ايه ما في كارت. ايه اولا بدنا 10 لا شو 10 دولار 50 بوش اب السابع. حرام عليك 50 بوش اب مش هون هون عايد وحده عايد وحده كمان. طب لا ليك بلا الاشياء العنيفه بدنا يحكي بالمصري كيف
تنعمل العكس محمد جرب حيحكي بالفرنسي. هلا هو بدنا يحكي بالمصري، وجه كلمه مثلا للجمهور للشعب المصري او لمحمد اذا بده ينقي الموضوع اللي بده اياه 30 ثانيه باللهجه المصريه. حلوه هيدي، هيني طيب علمك كيف بيتغزل وكيف بيلطشوا بالمصري. اذا بدك موضوع بعطيك موضوع. لا صحيح معلمه. بدك موضوع ولا عندك؟ بعرف بعرف اي مزه. اي مزه اه منيحه. بلا سينو بعرف ازيك بتحكي مع محمد؟ ايه جملة توجه بدك تحكي لمحمد بالمصري. بالمصري وين بتطلع هون؟ هيدي الكاميرا. عندك سلولارك؟ معك؟ لا يا حجوة. طيب فينا نجيب دق له على السلولار واحكيه هلا. ايه اوكي اوكي يلا بسام. بدك تحكي مصري يعني ازيك يا محمد زي صحتك. وافتح السبيكر. اوكي اوكي بدي افتح السبيكر. لا بركي عم بيعمل شيء مش لازم نعرف. افتح السبيكر قول له انت على السبيكر. بمصر بكون بعد نايم هلا. انا بنسى انه تسجيل على فكره، عم فكري على الهواء عن جد. افتكرت على الهواء بلحظه بلحظه افتكرت على الهواء. الو الو وحشني يا ابني جدا. انت كمان وحشني قوي يا راجل. انت على اللاود سبيكر. انا انا توك اوف ذا تاون حديث البلد وعايز اتكلم معك مصري. عايزين يسمعوني عم بتكلم مصري معك. ازيك يا محمد؟ ازيكم؟ ايه الاخبار؟ ازاي صحتك؟ كله تمام. يلا انطوني. ما بعرف شو بدي اقول. انا بعرف اتكلم مصري وبهزر بالمصري. انا بتكلم فرنساوي كويس. ايه انا عارف. وحشني قوي و قالك كلامي؟ قال لك كلامي؟ عامل ايه؟ عامل ايه دي عامل ايه دي المشكله دايما اللي بتفهمها غلط دايما. بيقول لي عامل ايه؟ بقول له ماشي. بيقول لي لا قصدي كيفك. ايه وبس هيك. خليه يحكينا بالفرنساوي. احكينا شيء بالفرنساوي. جي على با دي موزوغي. جي على با دي موزوغي. اوكي يا محمد. شو معك؟ حفظها لي انت، اللي حفظني دي بس. ايه جي على محمد. عندنا سؤال. ايوه. بمين مغروم انتوني؟ إذا بتفتح تمك يا محمد. بتدفع كام؟ لا مش حيقول. قالك بتدفع كام؟ بدفع كام؟ بالجنيه بالجنيه المصري. بيع الصداقة. ليك ما بنعمل كليب إذا ما في كليب للغنية. أنا هقول لهم يا جماعة بس أول خمس حروف منها. باي باي محمد، خلص الوقت على الهوا. وهلا حديث البلد مع باسمة بطولي. اهلا وسهلا فيك بحديث البلد. اهلا وسهلا فيك باسمة بطولي. انت شاعرة وفنانة تشكيلية لبنانية، برصيدك اكثر من 3000 لوحة زيتية ومائية، كان لي شرف الحصول على وحدة منهم مؤخرا. بدي اتشكرك كثير لانه رائعة. يعني برصيدك 6 دواوين شعر والقاب عديدة نلتيها من اكثر من 140 اديب لبناني، وانت معنا الليلة من بعد تكريمك من قبل صالون ناجي نعمان الثقافي وجمعية اهل المعرفة وصدور
كتب ديوانك السادس سلالي ومياه الوقت. باسمة بطولي بتطرح بهالديوان موضوع الحب من زوايا عديدة، منها الحب العذري البريء مثل بقصيدة الثامنة بتوقيت الشوق، ومنها الحسي الجريء مثل بقصيدة سطر على المياه. برأيك بعد في مكان للبراءة بعصرنا اليوم ولا الحب العذري؟ طبعا بدونهم ما في حب، ما في شيء، البراءة موجودة دايما، بس طبعا تختلف من شخص لشخص، من مجتمع لمجتمع، من أكيد، بس هيدي البراءة أساسية لأنه الطفولة مستمرة دايماً بالكبار، صح، حسب ما بيكونوا هن عندهم استعداد للحياة أو لا، عرفتي؟ وأنا بشوف أنه الحب اللي هو من 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 جوهره الشيء اللي اسمه عم تسميه براءة. نعم. يعني مع أنه أنا بشوف كل شيء بالدنيا، نعم، طريقة، نعم، كل شيء، كل شيء، طريقة تقديم، طريقة تمثيل، طريقة إخراج، طريقة كل شيء، طريقة بالدنيا. الطريقة اللي بتمارسي فيها الحب أو غيره هي اللي بتفرض نوعيته، بتفرض جماله، بتفرض بشاعته، بتفرض، صح، عرفتي؟ كل شيء، كل شيء بفتكر سلوك، يعني ايه نوع طريقة، مش بس التنفيذ، طريقة التفكير، كل شيء بالدنيا بشوفه طريقة. نعم. كله طريقة، هي يعني رؤيتك لهالأمر وطريقة تعاملك معه. خلينا نحط غنية لفيروز ونرجع نسمع مقطع بصوتك من قصيدة سطر على المياه، شو رأيك؟ ايه بطف لك بس هالمرة، هالمرة بس عبكرة، عبكرة بس شي زهرة، شي زهرة حمراء بس، ولا بدي شي بعد إلا ده. ست باسمة، بدنا نسمع على المياه. كم طيب بتقول بحر الطفولة لي سألتك موعدا، أروى وأعطش في رواية مجددة، رجلي كطفل رحت أخشى أنه حلم، أخاف علي أن يتبدد. حلو. علي سأرضعه دهوري كلها، وأنا أضم لديه مع أمس الغدا، أسقيه يسقيني أدائرة ترى، كل غناء مثلما كل صدى، بل كالندى منه إلى نهر، إلى بحر، إلى سحب، وبعد إلى ندى، صدري ألا أشرب منه كل تعطش، ما كان إلا للجوى كي يشهد، لتهل فوق القفر من جسدي، فقد ندري متى للخصب أن يتأبد. حلو. المزج بين العلاقة الجنسية وبين الصوفية كمان والكل، يعني في تجلي، يعني في دورة الحياة مزجت بين كلهم ودائرة انه وكأنه انت وياه واحد، يعني ما يعني ما بتنفصلوا. بازمة بطولي سلالي ومياه الوقت ديوان بضم 40 قصيدة بتتوزع على 5 محاور لطال مواضيع مختلفة مثل الحب والعتب والخيانة والهجاء، عندك هجاء بشعرك هالمرة، بقالب شعري كلاسيكي بترافق مع حداثة بالمضمون. على الغلاف منشوف شجر اللوز، شجر المزهر بكل ما يرمز إلى تجدد الحياة، صح، وإلى الربيع الدائم والربيع المستمر. هل زهرة اللوز اللي إلها معاني كتير كبيرة، بس سلالي ومياه الوقت الربيع المبكر، المبكر يعني أول الربيع المستعجلين عليه. في ست منى، أنا كتير من القصائد الشعرية بستوحي عناوين لمشاريع أعمال لم تكتب، يعني الربيع المبكر يعني هو مشروع بيوحي لي بفكرة عمل جميل.
ربما يكون عن فتيات يعني تورطوا بأن يدخلوا هذا الربيع وتحولوا إلى مأساة ربما يعني أحلامهم يعني أخذتهم أحلامهم المستعجلة أخذتهم لأماكن غلط اللي بتاخذهم بأماكن غلط يعني الربيع المبكر وهيك الشعر يعني هو الشعر دائما هو خلاصات بتستنجي منا مشاريع لأعمال لأفلام سينما إلى وهو إلى الاختصار قديش مهم بالشعر يعني أنا عم بتقوله يعني هالاختصار هو عنوان, عنوان هو عنوان هو دائما عنوان الشعر هو عنوان الكتاب لكان الليلة بين إيدينا كل زهور اللوز بين إيدينا الليلة حلو هلالي ومياه الوقت ديوان جديد للشاعرة باسمة بطولي صادر بطبعته الأولى 2015 من توزيع دار بيسان للنشر وموجود اليوم بالمكتبات. بس عم بطولي بدنا نذكر أنه سعيد عاقل قال عنك أهم شاعر وشاعرة بعتقد هذا بيلتقي مع فلسفتك بالحياة الشمولية يعني اللي هي حتى لا تفرق بين أي رجل وامرأة توفيق يوسف ايه سوري سوري صدق. أنا عم أقول هون بدي أقول على سعيد عاقل يعني اللي أنا كتير بقدره أنه هالكلام بقدره دوب ليه لأنه نعم. من عادة الشعراء اللي بيكتبوا عني أو الأدباء بيصفوني بين النساء ويقولوا أهم شاعرة وأميرة الشاعرات أوقات أغلب الأحيان هو يحطني بين الشعراء والشاعرات يعني معناها إنه مش عم يفرق تخطى التصنيفات إيه مش عم يفرق إنه يا في شعر أو ما في شعر هالشعر مهم طيب ليش دا يكونوا الرجال عم يكتبوا أحسن مني يعني ليه خلينا نقول بوت هيدي وإحساس بالأخير يعني وانت عندك احساس ونفس الشيء صح صح انت عندك قصيده بحبها كثير عن جد قريتي لي شكرا كثير اللي فيها يسكنون يدي حلوه كثير سمعينا اياها يلا هي عن ولادي ما بحيث قدرت اكتب عنهم شيء فمره هيك ما بعرف كيف قدرت اكتب لانه ما بقدر افصلهم عني حتى اشوفهم ككيان مستقل لحتى اوصفهم يعني كثير صعب تحكي عن شيء متصل ملتصق 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 طبعا فقلت يسكنون يدي رد عن في مرقدي كان ذراعي رحم باجنه لم تولدي حلو هم لعجزي اقدام تسبقني نحو الغد ولدوا مني مره وبهم للأزل تولدي هم نسيج وجودي شركاء توحدي إن قسمتنا لأربع توصلت لمفردي الله حلو الله حلو. حلو لا توضب السماء في علب ولا أبدا غير الأبد أنا وأنا 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 نبقى أنا سقطت قاعدة العدد حلو يا كبير لألي نتكوني ريتيلي شكرا كثير باسمة لكن سميك سعيد عاقل أهم شاعر وشاعرة توفيق يوسف عواد قال إنك بطليعة الشعراء في فحولة الشعر ياسين الأيوبي سميك المرأة الرجلة كمان يعني بس هاي مسموحة بس بالشعر ايه بس بالشعر لا تنطبق ولا تمس بأنوثتك من بعيد ولا من قريب بدي أسألك شغلة الكتاب مكتوب بخط الإيد لماذا؟ ايه عملتها تجربة تجربة خد خط إيدي؟ ايه ايه وحبيت قله للي عم يطبع الكتاب قلت له عمل لي بالأول كمية صغيرة لشوف بالأول الناس رح يعرفوا يقروا يقروا خطي إذا لقيوه خطك جميل إذا لقيوه مقروء منكفي الكمية الباقية وإذا لقيوه صعب بدي أرجع دقه وطبعه مثل الباقي باسمة بطولي بالإضافة للإصدار جمعتي مؤخرا عدد من أبرز لوحاتك بكتاب أصداء بصرية وصدر مؤخرا كمان هيدا عنوان مسلسل واو. وصدر مؤخرا بصرية. كمان كتاب عنك بعنوان الحب
في شعر باسمه بطولي من تأليف كاتيا قزان، وأنت بدورك أطلقت كتاب بعنوان تحية مذهبة برتبة محب أكبر، بضم أبرز ما قيل عنك من أهم الأدباء والنقاد، وقريبا رح يصدر كتاب عن التصوف بشعرك بقلم الدكتورة غادة السمروت. نحن بدنا نشكرك على وجودك معنا الليلة وعلى زوادة الشعرية الرائعة اللي أعطيتينا إياها، بس بعد في عنا انترفيو سريع. يلا اوكي، هيك بناخذ منك كمان، هو اسمه اجمل شيء وبناخذ منك اجمل شيء الليله ان شاء الله. باسمة بطولي وانترفيو اجمل شيء. اجمل لوحه شايفتيها؟ لوحه حياتيه. قلتي لي شغلتي لها ولا شايفتيها؟ شايفتيها. شايفتها. أجمل لوحة لما ابني كان عمره 25 يوم وابتسم لي أول مرة. الله يخليك. هاي ما بنساها أبداً. باسم؟ إيه باسم. نعم. ما بنساها أبداً. ومن وقتها باسم ودائما بضل باسم على طول. ابتسم لي نص ابتسامة، عمل لي هيك على فرد ميل. ما بنساها أبداً، كنت أسعد يوم بحياتي هيدا. كنت لوحدي أنا ولوحدي. وزوجي مسافر وحاسه حالي انا وهالولد لحالنا هيك، مش عارفه انه بلش يعرفني. تصور لما عرفني ابتسم لي هيك، اسعد يوم بحياتي كان عن جد. ما اثر فيكي بالرسم؟ بالفن. بالفن. اجمل كتاب بالعالم؟ اجمل كتاب هي الحياه. الحياه. اجمل منظر بلبنان؟ بدك تقولي مثلا خليج جوني مثلا، هذا بحبه كثير. اجمل صوت بلبنان؟ فوزي ابو لوزي. فوزي ابو لوزي. صوت العصافير بسمعهم على بكره عندي حد عن جد حد الشباك. ايه الطبيعه مش معقول. وبعدين صوت حفيدتي الله يخليها. الله يخليها. بس اسمعها على التليفون بحس الدنيا كلها وصلت. الله يخلي لك اياها. القعدة بوجودكم عابد فهد، ماجي، ابو غصن، باسم، غنية، ريم، استزدنا من ثقافتك كمان ومن تذوقكم للشعر، بس مضطرين تتركونا الليلة. بعد في طلعة على اهدن للاسف، طلعة اهدن واوردر 6 الصبح، و يعني بنفهمكم، بنفهم هالزركه بالوقت والستريس، لانه رح يكون عندكم 7 ايام تصوير خلال شهر رمضان، يعني بعد بدايه الشهر يعني ببلش العرض ونحن عم نصور. نحن بانتظار 24 خيرات، بعتقد رح يستحق اسمه، وان شاء الله بيكون رمضان كريم عليكم وعلى الجميع. نشكركم لحضوركم معنا، بس ان شاء الله بنرجع نحكي عن اعمال ثانيه بحد البلد. شكرا كثير. واهلا وسهلا فيك بحديث البلد. سمير يوسف، انت زميلنا بالام تي في، معد ومقدم برنامج عاطل عن الحريه اللي عم ينعرض كل احد بعد الاخبار على شاشه الام تي في، واللي شرع ابواب السجون اللبنانيه لاول مره بالاعلام ليخبر السجين قصته من مرحله الطفوله لتاريخ ارتكاب الجريمه باطار توثيقي منظم ومشاركه اختصاصيين بالامن والقضاء وعلم النفس،
والاجتماع. عن جد هو برنامج خرق وفي حلقات معينة يعني أثرت كتير بالجمهور في أنا شخصيا رح نحكي عنها أكتر. سمير بتقول أنه فكرة البرنامج منتشرة بنسخات أجنبية مختلفة بس هو الأول من نوعه بالعالم العربي. اليوم كيف عم تقدر تعطي السجين الحق بالكلام مع ضمان عدم تضليل الرأي العام أو استفزاز الضحايا؟ عاطل عن الحرية هو البرنامج اللي انطلق فكرته من الأساس أنه نعطي حق الحكي للسجين أو لكل شخص ارتكب أفعال جرمية. نعم. أو سرقوا أو تعاطوا مخدرات أو تجاروا بالمخدرات أو زوروا عملة. أكثر موضوع ممكن يستفز العالم ويستفز أهل الضحايا هن جريمة قتل. صح. فكان بالأساس أنه وقت يطلع السجين يخبر كيف ارتكب هيدي الجريمة وشو الأسباب اللي وصلته لهيدي الجريمة. نعم. كان هدفي بأكثر الأوقات أنه أرجع بآخر كل حلقة أني روح عند أهل الضحايا وشوف شو رأيهم بهيدي الجريمة وليش هيدا الشخص ارتكب الجريمة. أيام يكونوا هن عندهم سبب أنه ارتكب الجريمة، يعني هن مشاركين بطريقة أو بأخرى، لأن ما في حدا بيرتكب جريمة لحاله. يعني في سبب للضحية بيكون عمل شيء الضحية هيدا المجرم وبيتقبلوها أهله. هلا أغلبية الأشخاص اللي بيكون عندهم ضحية توفى أو انقتل ما بيسامحوا. بس أنا صار في إذا الناس تابعوا على الام تي في حلقه صارت بعيد انا هيدا اللي بدي احكي عنها، هي حلقه بعتقد شغلت كل الناس وكانت حديث البلد. راح اترك لك انت المجال تحكي عنها. هيدي الحلقه هي عملت قفزه نوعيه بعاطل عن الحريه لانه خلت الاول شيء الناس وكل اهل الضحايا يفكروا مزبوط انه هل فينا نسامح او ما فينا نسامح، لانه هيدي المره هي سامحت القاتلة تبع ابنها، كبت لها ابنها على البالكون. فتقلك شو الاكسبيريانس مع هالمرة خصوصي انه انا عم نحكي عن مدام التوم. ايه مدام ليلى التوم من طرابلس اللي جارتها وصديقة عمرها اجت وعن سابق اصرار وتصميم زتت لها ابنها اللي عمره سنتين ونص. سنتين ونص على البالكون. عن البالكون من طابق الخامس، من طابق اكثر حتى من الخامس. هلا كرمال ما هيدا الموضوع يستفز اهل الضحيه، يعني اهل الولد، انا بعد ما سجلت مع السجينه زرت اهل الضحيه او اتصلت فيهم وجربت زورهم، فكان عندهم رفض قاطع انه نحن هيدي المره ما بدنا نشوفها، ما بدنا نسامحها، وهذا الموضوع ما بدنا نحكي فيه. لحديت ما طلعت الحلقه موضوع مؤلم ما بدهم يرجعوا يفتحوه. مؤلم صح. ونحن متفهم اهل الضحايا يعني بهالموضوع. فمن بعد ما طلعت الحلقه على الهواء اتصلت المره وقالت لي انا بدي اشوفها لابتسام الكاشف، بدي اشوف وبدي اطلع سامحها. فاكيد اللي هي ام الصبي. ام الصبي بعد ما سمعت شو قالت القاتله. صح. قاتله ابنها قالت انه هي بدها تطلع تطلع زورها. بس سمعت لها دفوعه، بس سمعت قديش ندمانه. صح. بس سمعت. صح. قديش عايشه معاناه وكان صار لها 17 سنه. صحيح. شفناك عم تبكي بهالحلقه. ايه صح. سمير اليوم من خلال حديث البلد رح تكشف ولاول مره على الشاشه عن هويه اقدم سجين بالسجون اللبنانية. صحيح. بس قبل بدنا نشوف البلاير الخاص فيه، شو رأيك؟ نبلش؟ بلاير باسم. هلا فتح الحبس أنا ومدت معنا الحبسة. مدت صار 34 سنة. وصى بي وصى جارنا، اثنين ماتوا، اثنينهم ميتين. شو كنت تتعلم بالمدرسة؟ كنت اتعلم عربي وكنت اتعلم حساب. ايه معي والله معي 4000 ليره حق السياره، حطيتهم ببنك انترا. ليك هلا عم نفكر نظهر لبرا، شو رايك؟ ما قادر والله، ما قادر، متاخر ما قادر اطلع. بيأثر انه اخذته وقت ليتذكر شو كان يعلم. صحيح. واللي بيأثر انه حاطت مصرياته ببنك اليوم ما بقى موجود. صح.
يعني بنك أفلس من زمان وتسكر، يعني هيدا إنسان خارج الزمن مثل ما شفناه. ما أقول لكم ناسي أو عم بيخترع الأجوبة؟ لا هو مش عم بيخترع الأجوبة، هو الأجوبة الصادقين كلهم تبعه، لأن أنا درست كل الملف تبعه وبعرف كل تفاصيل الجريمة، ورح تنعرض بعد شهر رمضان على الام تي في بكل الحيثيات تبعه. هذا السجين اسمه محمد علي نور الدين عيتاني. نعم. على فكرة هو قال 34 سنة بس حسب القضاء اللبناني وخلاصة الحكم هيدا فات على الحبس ب 23/3/1978، يعني له تقريبا 37 سنة، وسنة فعلية مش سنة سجنية لأنه السنة السجنية 9 أشهر. صح. بس هو له من 78. يعني غلطان بثلاث سنين. صحيح. محمد عيتاني هو أستاذ مدرسة قتل جاره وقتل بيو. محمد عيتاني بيو له؟ بيو لإله. محمد عيتاني في كتار بلبنان مفكرين إنه ميت مثلاً. محمد عيتاني ما حدا بيزوره من 37 سنة بسجن رومي. هيدا الفيديو صحيح إنه هو كان محكوم سنة لأنه مريض؟ هيدا السجين هو محكوم إعدام خفض إلى سنة واحدة لحين الشفاء. هيدا الحكم بينحكم فيه عادة كل السجناء اللي بيرتكبوا جريمة اللي عندهم أوضاع نفسية. نعم. فبينحكموا من إعدام لأنه ارتكب جريمة قتل بيه وجاره. نعم. خفضوا له إياها بسبب وضعه النفسي. وكيف إلى سنة واحدة لحين الشفاء. بس هالسنة مدة 37 سنة. هلا هيدا الزلمة هو من كتار قلت لك حوالي 38 سجين ببيت الأزرق، وفي كمان بكافة السجون ما حدا بيزورهم، ما حدا بيسأل إذا هيدا الزلمة أكل ما أكل. في بس قوى الأمن الداخلي بيهتموا فيهم، بيلبسون بيعطون الأدوية. بس بعد ما شفت هول السجناء اللي هن بالمأوى الاحترازي حسيت لو شو ما بده يكلفني هالموضوع، حسيت إنه هيدا الموضوع لازم بقى ينحط له حد. خلص يعني 37 سنة ما حدا يعني فكري فيها، ما حدا بيشوف له. لا هيدا الزلمة الحكم إعدام عم ينعدم كل يوم، كل يوم عم ينعدم. تنفترض خيب الحبس وفيت 5 سنين ما بيقدر يظهر من الحبس، تروح أنا إكفل وظهره. فكيف هيدا الزلمة اللي ما حدا سألين عنه بده يظهر من الحبس؟ بده يجوا يبدوا يعملوا تعهد انه هيدا الزلمه نحن بدنا ناخده ونحطه بمأوى، نحطه. هول الجماعه ما بيشكلوا بقى خطر على المجتمع، هول الجماعه لازم يطلع حدا يتطلع يكشف عليهم يشوفوا وين لازم يروحوا، يروحوا يعني اقله يموتوا بسلام. بعتذر على هيدا التعبير بس اقله يموتوا بسلام. بس هيدا الحل لازم ينعمل تعديل قانون انه هيدا الزلمه يجي ينكشف عليه، بيشكل خطر على المجتمع بيضلوا بالحبس، ما بيشكل خطر على المجتمع بيروح بيقعد بين اهله. هذا الهدف الاساسي من الحبل. بالقضاء يعني بيقولوا اخر شيء فكره بقولها، بيقولوا انه نحن ما ناخذ بعين الاعتبار اهل الضحايا. نعم. يعني انا هون بدي اقول لاهل الضحايا انه هن خسروا هالشخص بعائلتهم. نعم. بس مش ضروري يشاركوا بجريمه ثانيه لو حتى ازيون هول الناس، بس بيسوى انه ينفتح لهم فرصه يروحوا يرجعوا يقعدوا بين اهلهم. نعم، خصوصا انه دفعوا كفايه. صح. دفعوا من عمرهم. مين عم بيساعدك اليوم سمير لحتى يكون هالبرنامج ممكن؟ في اكيب عمل. نعم. كلهم بشكرهم فردا فردا بلا ما سمي، لانه عن جد ما فيني اشكرهم قد ما هالبرنامج صعب، وعم نوصله بطريقه قد ما فينا توصل الحقيقه، من ان كان من المخرج عبد النجار او المنتج جيمي متا او المونتاج روي صدي وكلهم، والنص إلسي خليل، كل الاشخاص عم بيشتغلوا معي بشكرهم من قلبي. وبشكر اول شيء قوى الامن الداخلي وشعبه العلاقات العامه اللي هن امنوا انه بواب السجون لازم تفتح للاعلام. واكثر شيء كمان شو فيني اقول عن الام تي في، من بعد ما فتت على سجن رومية قالوا لي اذا انت الام تي في نحكي معك، لانه كانوا عارفين انه رح وصل لهم صوتهم مثل ما هو وبلا تعديل. وفي سجناء قالوا لي انه انتم ما رح تسترجوا اصلا تفتحوا الملف، وفتحنا الملفات بحلقات سابقه وحنفتح الملفات مثل الجمعه الجاي الاحد. جريمه صارت من 18 سنه، بس هيدا السجين كان رح يقول باخر الحلقه انه انا ما بتوقع بحياتي اني استرجي احكي هالقصه، وحكى القصه وتسجلت.
يعني وقال اصلا انا بنسمعهم اوقات معك عم بيقولوا ما رح تقدروا تحكوا هالشيء وبنرجع بنسمع هيدا الشيء. انا بدي واجه معك ضم صوتي لصوتك لوجه تحيه لقوى الامن اللي قلبها رقب كثير من بعض القوانين اللبنانيه، لانه هالافراد بيقولوا لك يعني انا في افراد من قوى الامن بيقولوا لك منعت الهم لما يكون عندنا مناوبه بروميه لانه قلبنا بيتقطع فوق. فيمكن لو منخلي هالقوى الامن اللي هن عم يعايشوا هالسجنة هن يحكموا كان حكمهم بيكون اعدل. صحيح. اعدل بكثير. سمير انت اليوم مشكور على هالشباك اللي فتحته على السجون اللبنانيه وقصصها المنسيه، خاصه انك عم بتقدمه باطار توثيقي محترف مش باطار عاطفي، مع اخذ العنصر الانساني بالاعتبار من خلال عاطل عن الحريه اللي راجع بموسم ثاني بعد رمضان واللي عم بتنفذ بالتنسيق الكامل بنرجع بنجدد مع شعبه العلاقات العامه بالامن الداخلي. وبس ما خلصت معنا لانه عنا نحن وياك انترفيو سريع، شو معقول يكون قولك؟ عاطل عن الحريه. لا يعني انت ان شاء الله تنقلهم من عاطل عن الحريه لاحرار اذا بيستحقوا. صحيح. سمير يوسف وانترفيو اكيد بس. سمير اكيد في مساجين مصدومين بس عملوا شيء. أكيد صار عندك خبرة بالتلفزيون بس بعد بينقصني كثير لأنه مثل العاطل عن الحرية بالتلفزيون تتقدر توصل للناس بدك تكوني حقيقية. صح. وعم جرب قد ما فيني يكون حقيقي بكل الحلقات اللي بعملها بس بعد بينقصني شوي بالتلفزيون عم نحكي إنه يكون أقسى. أكيد برنامج عاطل عن الحرية بس بده إذا بدك الناس يتقبلوا هول الأشخاص اللي هن ارتكبوا هالجريمة لأنه ما حدا معصوم عن الخطأ. يعني بتكوني ماشي على الطريق فجأة بتضرب شخص بسيارة بتصير بقلب الحبس وما بتعرف ليه. أكيد لبنان بلد رائع بس بده رئيس. صح. حديث البلد مع ميشيل ظاهر. مساء الخير ميشيل ظاهر واهلا وسهلا فيك بحديث البلد. ميشيل ظاهر انت طبيب اسنان والليله انت ضيفنا بصفتك مؤسس ورئيس لجنه مهرجانات بيروت الدوليه للتكريم او البياف مثل ما بنعرفها. ميشيل ظاهر ب 12 حزيران يعني نهار بكره راح تشع مناره الثقافه ببيروت من الزيتونه باي لتنطلق احتفاليه الدوره السادسه لمهرجان بياف اللي راح تكرمه خلاله 24 مبدع من 12 بلد من مختلف المجالات الثقافيه والسياسيه، الفن والعلوم، الاقتصاد والخدمات الإنسانية. وهالنسخة رح تحمل اسم صباح. دكتور ظاهر الشحرورة أعطت الفرح للناس حتى بمراسم عزاها، قدي وهجة اللي ما بينطفي رح ينعكس على هالحفل؟ أول شيء بونسوار، بحييك وبحيي ضيوفك. نعم. نحن كل سنة عنا استحقاق اسمه بيروت انترناشونال أورد فيستيفال. نعم. وهيدا الاستحقاق بيميزه انه كل سنه بيحمل اسم شخصيه راحله متوفاه يعني وهي من اصل لبناني. نعم. ونحن من اول ما بلشنا كان عندنا جبران خليل جبران، كان عندنا بروفيسور مايكل دبغي، كان عندنا الاخوين رحباني، والسنه الماضيه كان ويليام حنا وجوزيف بربيرا. والسنه صراحه لقينا قديش في تعاطف مع الشحروره صباح اللي بفقدانا، ونحن كنا مسميين حتى لمين بده يهتدى المهرجان. رجعنا غيرنا اسم المهرجان وتعاطفنا مع هالعالم اللي بالفعل حتى بمماتها لقيناهم كليتهم حواليها، لقينا انه لابد انه يكون اسم هالدوره هو شحرورة صباح. الكاتبه كلوديا مارشاليان قالت بالبريس كونفرنس عنها انه هيدا شخص ما بيعرف يموت.
صباح بالفعل ما بتعرف تموت، لأن حتى بمماتها لقيت هالناس حواليها مش معقول، وحتى هلأ يعني بتلاقيهم ما عم بيصدقوا أنه هالشحرورة هي انتقلت، يعني كانت مثل مراسم زفاف أكثر ما هي مراسم دفن. ميشيل ظاهر بدي أقول أنه قديش أهمية هالمهرجان، أنه اليوم وزير السياحة رح يطلق في الحفلات السياحية اللي رح تصير بلبنان، رح يعلن عنها من خلال مهرجان البياف. قديه هالشي بيعني لكم أنتو كمهرجان؟ بالفعل نحن كتير بيعني لنا، لأنه من كذا سنة أول شيء كان رئيس الجمهورية يستقبل مكرمين بالقصر الجمهوري، تاني نهار المهرجان، وسنة الماضي كمان دولة الرئيس تمام سلام كمان استقبل المكرمين، والسنة كمان حددوا لنا موعد يعني بعد بكرة رح يستقبل المكرمين بالسراي الحكومي. أكيد مش بالقصر الجمهوري، لا بالسراي الحكومي إن شاء الله. يعني لأنه بيطلعوا بيقعدوا لحالهم، حرام ما في حدا يستقبلهم بالسراي الحكومي. مشكور الرئيس تمام سلام، ومثل ما قلنا كمان هيدي بس بتدل على قديش هالمهرجان عم بياخد اهتمام الدولة، وقديش هالمهرجان عم بيحسوا إنه فيه هالقد مصداقية مشان يولوه هالاهتمام يلي نحن عم نحضره. ميشيل ظاهر، قبل ما نكمل خلينا نشوف السبوت الإعلاني الخاص بهالمهرجان. تفضل. بلاير باس. أكبر وأرقى مهرجان فني واجتماعي يقام بلبنان لتكريم الطاقات والإبداعات اللبنانية والعالمية بمشاركة فنية اجتماعية سياسية. أكثر من 20 مبدع بعد سنوي لتكريم الإبداع، والسنة مهدى للشحرورة صباح. ياف مباشرة من زيتونة باي الجمعة 12 حزيران على الام تي في. ميشيل ظاهر، بدنا نتمنى لكم التوفيق بهالحفل السنوي المنتظر، ومنذكر انه بيع البطاقات للرعاة الاعلانيين مفتوح على الرقم 7896161 اللي مبين باسفل الشاشه. ونحن كنا سهلينا حلقتنا بالحديث عن جرافيتي عملته فرقه اشكمان للشحروره صباح بمنطقه مارمتر. بقى رح نستغل هالموضوعين الليله لحتى نكرم صباح على طريقتنا. صباح اللي هي أول فنانة عربية تطلع على المسرح بفستان بيضوي مثلها ومثل إشرقتها ووجودها. خلينا نستقبل ليد باترفلايز من شركة أرتس أند ميلون حتى نكرم الصبوحة على طريقتنا. موهبة البلد لهالموسم لؤي كاسب. مساء الخير فيك واهلا وسهلا فيك بحديث البلد. انت صاحب موهبة النحت على البيض اللي حصد الفيديو الخاص فيها على الام تي في ويب سايت اعلى نسبة متابعة بلغت 27408 مشاهدات. كنت متوقع هالنتيجة، كنت متوقع انك انت تتصدر، ولكن عندك تخوف انه غير مواهب؟ يعني كنت متوقع بس مش بهالنسبة يعني اربح.
يعني نسبة، لأنه الفرق كثير بينك وبين المواهب اللي تبعت. بس مش بهالعدد الفرق بين موهبة وموهبة. الحمد لله. شيخ، لوين بتحلم اليوم تاخدك موهبتك؟ بطمح أنه نصير كل دقيقة بعيشها بحياتي تكون لها معنى، أقدر أعبر عنها بالفن، بالنحت، لأنه مشان معاني حياتي ما تروح على الفاضي. نعم. أنه أهم شيء بالفن بخلي حياة الشخص حلوة وإلها قيمة عالية. بتذكر وقتها جيت على حديث البلد، نحت لنا ام تي في ونحت لنا حديث البلد ب يعني فتره زمنيه قصيره ورا الكواليس. الليله شو عم نشوف قدامنا؟ عم نشوف منحوتي بسميها الامل. نعم. هي ما كنت متوقعها تزبط معي، وبقي عندي امل. نعم. حتى تزبط معي منحوتي كثير صعبه. نعم. ونحن بوطن بحاجه لامل لحتى ننسى الالم، يعني فيها شكل سبيرال وشوي يمكن لونها بيذكر بالارز اللبنانيه. مزبوط. قصدت الاخضر، اخضر والامل، القوه الارز بيعطينا. نعم. امل والاخضر. والمنحوت الثاني هي مسميها درب الحياه، هي عباره عن حياه اي شخص، فيها نجاحات فيها فشل، فيها ايام حلوه ايام مره، وبالنهايه رح تنتهي الحياه البيضه مش موصوله من تحت البعض، انه الا نهايه. نعم، يعني بتوصل لمحل خلص بتنتهي، مقطوعه يعني البيضه. يعني عن جد بدنا نهنيك على هالشغل الدقيق واللي اكيد بياخذ وقت، وبدنا نسلمك تروفي حديث البلد، موهبه البلد لموسم 2015. شكرا لك. نحن بدنا نقول كمان انه للمواهب الاخرى، وفي مواهب كمان جيده جدا قطعت معنا واللي ما فازت بالنسبه الاعلى، انها كمان مواهب متميزه وربحانه وبتستحق منا كل تقدير، حتى انها لفتت نظر وسائل اعلاميه ثانيه ضوت عليها بدورها وشجعت جمعيات انسانيه انها تكون ضمن نشاطاتها هالصيفيه. بنتمنى لهم كلهم كل التوفيق، والف الف مبروك شيخ رؤي. شكرا كثير. البلد بودي ديب، انت مصمم ازياء رجاليه ورثت هالمهنه عن جدك ووالدك، واضفت عليها التخصص بميلانو ايطاليا بدراسه تاريخ وتصميم الازياء، واليوم انت معنا بحديث البلد بعد ما لبست وسام بريدي ودارين بنات بالموسم الاخير من دانسينج وذ ذا ستارز، ووقع الاختيار عليك لتلبس اعضاء لجنه مهرجان البياف الدولي مع مقدمي الحفل زملائنا بالام تي في والشخصيات اللي بده يتم تكريمها من الرجال. عدد كبير، يعني كم شخص؟ ايه في شيء 30 شخص. 30 شخص صرتوا مشاهلين بالاتوليه. ايه بالشغل اكيد، لانه بكره الاحتفال. يكون كثير شيء حلو كثير ان شاء الله. بودي، قد ايه المسؤوليه كبيره اليوم انك تلبس كل هالشخصيات اللي معاه بحفل ضخم مثل البياف؟ مسؤولية كبيرة، لأنه كله لازم يكون لابسين تكسيدو. نعم. وعندك 30 تكسيدو 30 موديل، وكل واحد بده يكون غير عن الثاني وبتناسق مع شخصيته. أول شيء، شو اللي بيميز التكسيدو عن غيره من البدلات؟ التكسيدو قبتها حرير وزرارها حرير. نعم. وعندها أكسسوار خصوصي لإلها، البابيون، السنتور الحرير، الشوز، الكافلينك، حتى القميص كمان. بقى كلهم يكونوا لابسين تقريبا نفس ستيل، بس كل واحد ديفرنت عن الثاني. يعني بالاكسسوار رح تشتغل؟ بالاكسسوار وبلون البدله وبلون البنطلون. لون التوكسيدو مش مفروض يكون اسود بالضروره؟ مش ضروري. بس لانه نحن اخذين هالفكره، لانه اغلب التوكسيدوز اللي بنشوفهم بيكونوا سود. ايه، اهين شيء واحد يعملها سوداء. رح تروح لاي الوان تقريبا؟ في كثير الوان، في ابيض، في رمادي، في عدة موديلات، حتى موديلات أبي. يعني بتفرق. في موضة للتوكسيدو ولا اتس كلاسيكال ثينج؟ أكيد مش كلاسيك يعني.
مش لبس كلاسيك. بدنا نصيحه منك للرجال اللي عم يحضرونا الليله بانتقاء بدلاتهم، شو بتنصحهم؟ لازم ما يعملوا البدله مثل السيرفيتمون، هذا اهم شيء. يعني البنطلون ما يكون بنطلون سيرفيتمون ولا الجاكيت. في كثير ناس بيحبوا يلبسوا البدله تكون مريحه، بس كل شيء مريح منه حلو. بقى سيرفيتمون للسبور وللرياحه، والبدله هي لازم تكون على قد الجسم، تكون ضيقه شوي لتعطي فورمه الجسم، ما تكون مريحه كثير، لانه كل شيء ماشي زياده هو اللي ببشع البدله. يعني اذا جوا واحد جسمه حلو مثلي ما بأثر شو ما كان نوع البدله اللي عم يلبسها. لا هو الشيء خياط الشاطر بقدر يخبيه لك. شو بده يخبي؟ ما عم بقول حلو. كثير الزبونات بيجوا لعندي بدهم بدله مريحه وحلوه، وهاللي مش موجوده. لو موجوده البدله بدها تكون كلين كات، تكون بريديكور از سكند سكين، بدها تكون قد الجسم. هلا كل شيء مريح هو قماشه زياده، وكل شيء قماشه زياده بيعطي كثير فلافينس، ما بيقعد حلو الشكل. كرافتات اليوم الفاقعه اللي دارجه بنشوف بيستاش والزهر الفاقع وهدول، معها ولا ضدها؟ هو بالنهايه الالوان هي بتتركب حسب الواحد شو بده يبين. يعني اذا انا لنقول شعري احمر بدي ابين شعري الاحمر، بلبس شيء غامق ليبين اللون. والكرافات نفس الشيء، اذا انا بدي ابين لون الكرافات بلبسها فاقعه اكثر من البدله لبين لون الكرافات، اذا بدي ابين لون البدله بلبس كرافات صوبر لتعطي لون البدله، حسب الواحد شو بده يبين. في كثير ناس بحبوا يتميزوا بلون كرافتتهم. بقى بيلبسوا هول الالوان الفاقعه اللي بيكون فيها نقشه، بس انه هي عاده الكرافات اكسسوار حلو يكون مميز. حلو يكون وما يلبق على البوشات، هذا اهم شيء. ما يلبق على البوشات، هذا ما يلبق. يعني خلصنا من هيدا قصه الماتشنج، ماتشنج البوشات والهيدا، هذا صار دقه قديمه. على سيره الحلا والجمال واللباس والشباب، شب حليوه افندي قميص وتفتح عندي، شب حليوه افندي قميص وتفتح عندي، قال لي بتروحي مشوار قلت لا ما بدي، بدنا نتمنى لك التوفيق باطلاقك القريب للاين البدلات الرسميه الخاص بالمراه، وهذا عن جد قليل لتلاقيه بالسوق. حقيقه يعني كثير مشروع ذكي هذا المشروع، لانه تارجتنج كمان فئه معينه من الناس اللي بحاجه لهالتياب، وانت احد الشخصيات اللي بياكدوا مجددا انه بيروت كانت ورح تبقى عاصمه للموضه والاناقه بالعالم. ميرسي كثير لك، ورح نستبعدك. حديث البلد مع جوزيف جعجع. مساء الخير استاذ جوزيف جعجع، واهلا وسهلا فيك بحديث البلد. جوزيف جعجع، انت رئيس المجلس السياحي بقضاء بشري، وضيفنا الليله لنحكي عن مهرجانات الارز الدوليه اللي رح تطلقها رئيستها النائب ستريدا جعجع، بنوجه لها تحيه كبيره، بواحد اب بعد توقف 50 سنة، وبتستمر بسلسله حفلات فنيه لبنانيه مميزه لغايه 8 اب تحت شعار لغه الروح. صحيح. جوزيف جعجع، قبل ما نكمل حديثنا كتب توت انه اذا ما بتجيبوا اليسا رح يزعل الحكيم، شو منطمنه انه في اليسا؟ طمني في اليسا باول حفله من المهرجان. جوزيف جعجع، الظروف السياسيه والامنيه الصعبه اللي مر فيها لبنان ادت لتوقف المهرجان لمده 50 سنه، شو اللي شجعكم اليوم على الرجعه وتحديدا بنهار عيد الجيش؟ صراحة كلمة شجعنا محلها. نعم. لأنه كان بدها جرأة. نعم. اليوم في نظرة لمنطقة بشري، لقضاء بشري تحديدا من قبل القيمين عليها، يعني الدكتور سمير جعجع وإن كان مدام ستريدا جعجع اللي مهتمة شخصيا، يعني اللي مهتمة شخصيا. نعم. إن كان بالمهرجانات أو إن كان بإعادة إحياء أو تطوير السياحة. صح. بهذا القضاء لما بيكتنز من معالم أثرية وثقافية وتاريخية ودينية. نعم. يعني كان في لكان رغبه من ميل، رغبه وتوجه رؤيوي لاستنهاض المنطقه سياحيا، من ميل ثاني كان في مواكبه للشغل يلي صار على مدى 10 سنين من قبل نائبي قضاء بشري، يعني السيده جعجع والسيده لي كيروز،
على مستوى البنى التحتية. نعم. من ثالث ميل كان في كمان المناسبة الخمسين سنة تقريبا على إطلاقة أو انطلاق ما يسمى مهرجانات الأرز. نعم. وتزافرت كل هالمعطيات مع بعضها، ضيفي لإلها شغلة كتير أساسية اللي نحن بنفتخر ونتغنى فيها، إرساء ثقافة الحياة. صح. والاعتزاز بالتاريخ يعني بخضم كل اللي عم بيصير، فبقى كان القرار صراحة الشجاع بإعادة إحياء مهرجانات الأرز يعني. صحيح. هون الشكر أكيد لمدام جعجع رئيسة لجنة مهرجانات الأرز اللي حبت تطلق هالمهرجانات هيدي بالتعاون مع بلدية بشري واتحاد بلدية بشري عبر المجلس السياحي يلي بترأسه أنا. صح، واللي حابة تعطي كمان دور أساسي لهالمجلس السياحي بإدارة هالمهرجانات وبالاهتمام فيها. جوزيف جعجع، قبل ما نكمل خلينا نشوف سوا فيديو وثائقي عن قضاء بشري. بلاير باسم. الريح وجبل المكمل حين يفترقان هو يخلع قبعته البيضاء لوداع موقت، وهي تترك له بساطها مؤذنة أنها ستعود. امطت البساط بين الجبل والوادي، تاج لبنان، الأرز المقدس، غابة تخبرك أن الرب الذي زرعها ما زال يتعهدها. الأطفال والجبل والوادي بانتظار رجوع الريح، بانتظار مغادرة الريح، بانتظار عودة الحياة. مقتطفات من هالفيديو اللي رح ينعرض بالكامل بافتتاح المهرجانين. جوزيف جعجع، المهرجان رح يصير بمنطقة مطلة على محمية أرز بشري، لأنه اليوم محل ما كانت تقام المهرجانات تحول المكان لمحمية، فيعني حتى ما يتضرر هالمكان قررتوا تعملوه بمنطقة مطلة. قصدت النائب جعجع أنه يكون بنهار عيد الجيش، لأنه الجيش عم بيتعرض لحملة هالفترة، وحتى تبين دعمكم لهالمؤسسة اللي هي حامية لبنان بالنهاية. واحد آب هو عيد الجيش اللبناني، واحد آب هي عودة نبض الأرز. نعم. إلى لبنان، وبالتالي إن شاء الله يكون واحد آب هو كمان خير على لبنان كله وعلى اللبنانيين كلهم يعني. أكيد. مثلاً. الافتتاح رح يكون بواحد آب. مزمو. مع وائل كفوري وإليسا وميشيل فاضل. ولوحات فنية بتذكر بالفنانين اللبنانيين الكبار مثل وديع الصافي وسعيد عقل وصباح. يعني حفلة صرف لبنانية. صحيح. تصميم سامني الحاج، والإخراج رح يكون لمخرجنا المبدع باسم كريستو اللي رح يحضر الحفل. اثنين اب، حفله لعبير نعمه والاب خليل رحمه تحت عنوان مشوار. بسبعه اب، مسرحيه ما في مثله وفرقه الراب اللبنانيه من الاخر. يعني ليله مميزه كمان جدا. والختام بثمانية اب مع الفنانين نجوى كرم وجوزيف عطيه وفرقه الدبكه بمنطقه دير الاحمر. يعني ديجا هالليالي كلها لبنانيه وفيها تشجيع للفنانين اللبنانيه. بدي اشير هون انه هالمنطقه كانت متضرره جدا بسبب الاحداث الاليمه، وكانت متروكه بالكامل، البنيه التحتيه منهاره، تمت وتحت اشراف النائب ستريدا جعجع إعادة تأهيلها وإعادة البنية التحتية من طرقات ومن إمدادات مياه. مزبوط. وتطوير يعني على المستوى حتى التربوي. صح. يعني في تجهيزات المدارس، على مستوى الصحي تجهيز المستشفى الحكومي، واللي هلا نحن كمان بوارد أنه يكون في تطوير هالمستشفى عبر نقله على يعني مبنى تاني أكبر بكتير، بيقدر يستوعب الحركة اللي احنا متوقعينا على المنطقة بالسنين اللي جايين. الله راضي. يعني إذا القصة مش قصة مهرجان بس، هي قصة تنمية
كاملة لمنطقة كاملة واستراتيجية لبنية تحتية سياحية لحتى رواد السياحة واللي بده يكتشفوا المناطق يطلعوا على محمية الأرز وتكون كل شيء مسهل لهم وكل شيء مأمن لهم. نتمنى نجاح المهرجان ذات الطابع اللبناني واللي بيساهم بنشر الفرح بالبلد وبتعزيز صورة لبنان الحضارية. ومنذكر أنه البطاقات متوفرة بكل فروع الفيرجن ميجا ستورز وبويري بريس الكسيك بالإضافة لمتحف جبران خليل جبران ببشري. يعطيكم ألف عافية. أهلا وسهلا. وهلا حديث البلد مع دانيل صايغ. اهلا فيك بحديث البلد. بودي انت مصمم ازياء، خبرنا عن لوك دانيل. كنت عم بمدح هلا اللوك تبعه. أه. كثير حلو. سالته قلت له بهيدا بلا ستايلس سو شو اللي حبيت؟ خبرنا شو اللي حبيت. كومبينيشن كارز كثير حلوين والتسريحه والعوينات كله متناسق. كله متناسق والبابيون الحمراء. دانيل اهلا وسهلا فيك. كنا عم نحكي انا وانتوني عنك قبل ما تدخل. انت عازف ايقاع، بلشت هالهوايه من صغرك وطورت نفسك بدراسه الموسيقى والايقاع الغربي بالكونسرفاتوار الوطني. وبعد حفلات احيطة على نطاق صغير دخلت على الميوزك هول وعزفت على اهم المسارح العربيه مع فنانين كبار مثل الراحل وديع الصافي وخوسيه فرنانديز وتوني حنا. بال 2012 شاركت كعازف ايقاع باحتفالات الالعاب الاولمبيه، ومن ثلاث سنين اتجهت للاستقلالية الفنية من خلال حفلات خاصة، بالإضافة لمشاركتك كمتسابق ببرنامج Arabs Got Talent سنة 2014 واللي نقلتك لشهرة أوسع. شو قالوا لك بArabs Got Talent؟ حبيتك؟ كتير حلو؟ كتير حبيتك. وانت معنا الليلة لنحكي عن أول أغنية خاصة فيك رح تطلقها قريباً ضمن التحضير لألبوم كامل. دانيل، معروف عنك استعانتك بمجموعة أدوات غريبة منها أنابيب مي، أحذية وطناجر وآلات بتصنعها بنفسك لتقدم عرض موسيقي مختلف. شو الجديد اللي رح يلمسه الجمهور بأغنيتك الأولى Let's Domit؟ Let's Domit. أول شيء بس تعليقاً على الأصوات، بالنسبة لإلي أنا كنت ولد مغروم بالأصوات. هذه الأصوات بعدين غيرت لي حياتي، بس الميوزك هي عبارة عن فيلينج بينعطى للأصوات. كرمال هيك هي وين ما كان، إذا بالعجقة السير بأي شيء من دقة القلب بتبلش. لأي أكت، لأي شيء موجود بيتحرك هو صوت. سو إذا هذا الصوت بنقدر نلاقي طريقة نخلق منه ميوزك ونعطيه فيلينج احساس، بعتقد ذاتس ات. هيك طلعوا الانسترومنتس. سو من هون انطلقت بهيدي النظره لاقدر اعمل الاشياء البايبس وكذا انسترومنت قدرت اعمل. ولقيت بكل واحد خصوصيه يمكن معينه بتعبر عن شيء. اكيد اكيد اكيد. مثل مثلا اعطيني هيك مثلين من اشياء منزلية يمكن ما يكون منزلية. يعني مثلا أنا متي ما بشرب بس بلعب متي. تلعب متي؟ تفرجينا كيف. حلو 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 حلو. شو بتعني بلت دومت؟ Let's Domit هي طلعت الفكرة من شيء أنا بستعمله كلغة. نعم. لعبر فيها عن كل شيء بحس فيه. هي كلمة اخترعتها. اللي هو الإيقاع. والكلمة هيدي اخترعتها والمسج منها إنه العالم تحس بهيدا الشيء، تحس بالإيقاع وين ما كانت. كرمال هيك في أودينس بالغنية كمان عم بيقولوا، عم بيشاركوني إذا بدك الدوم والتاك. هي انتر اكتف الغنية، يعني بس عم صح
يعني دانس سونج، يعني بمعنى صح. انه لما تدخل على المسرح انت بتغني والجمهور بيتفاعل معك صح. وبيغني معك وبيرقص معك صح. بنفس الوقت. رح تطلق هالغنية من الفيرجن؟ صح، رح اطلقها مع الفيرجن مفروض بعد رمضان. ومفروض كمان صورها كليب وينزل كمان عن قريب. اليوم انت تعتبر اول عازف ايقاع بيقدم تراك مع ميلودي بالايقاع. صح. هي الميلودي انا كمان عملتها، يعني نعم. عامل كل شيء الارينجمنت بهذا التراك. نعم. وهون اسمحي لي بس اشكر استوديو ميشيل فاضل يلي اشتغلت ميكسينج مع ادوار باستوديو نعم. ميشيل فاضل، وبرودكشن بفرنسا كريم عوض. نعم. هن اللي ساعدوني لهيدا العمل وان شاء الله بيلاقي نجاح. يعني اثنين كثير بروفيشنال كمان أكيد. بالاضافه لإلك. دانيال شو رايك نسمع مقطع من ليتس دومت؟ يلا سوا. اكيد اوكي. دانيال انت سائر على الايقاع، وهون الكرياتيفيتي لما واحد بيكسر شويه رولز يعني وشويه قوانين. سائر على الايقاع والموسيقى اللي بتقدمها غريبه بنمطها وبالالات المستخدمه. طب اذا انطوني هلا مثلا بغني لنا غنيه فيك انت تكون انت بتعرفها مثلا غنيه معروفه، بتقدر انت تعمل له بيت ترافقه على بيت معين هو عمال يغني؟ اكيد، بس اشوف اذا بتزبط. طب اتفقوا على شي غنيه ان ان كومن تعرفوا؟ انا ما عندي مشكله، هو يقول شيء وانا I'll figure it out. يعني اوكي اوكي، the way you make me feel هاتيك التمبو and then you just go for it. اوكي، the way you make me feel you really turn me on, you knock me off of my feet now baby. Woo! My lonely days go on. Ooh. حلو حلو حلو. دانيال انت رح تكون مسك ختام حديث البلد لهالموسم، بس قبل ما نختتم الحلقه سوا ونقول لك المسرح لك، بدنا نتمنى لك التوفيق باطلاقك ليتس دومت بالفيرجن ميجا ستور وبجولتك الفنيه مع ستارز اون بورد بشهر اكتوبر. ان شاء الله ما يكون عندك مال دومير او بتدوخ بالبحر. لا 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 لا، منيح بشهر اكتوبر وبحفلاتك الكثيره لهالصيفيه. رح حد مين كانوا ضيوفنا لهالليله وبنرجع بنختم معك. ثانك يو لاستضافتكم سوا. ميرسي لك لموهبتك ولموهبته مش بس بالعزف بالكمان بالتيب باللبس. وميرسي لانتوني كمان اور ستار. عجب. وان شاء الله بنشوفكم شي نهار سوا يعني بشي عمل مشترك. هيك بتكون حلقتنا الاخيره لهالموسم من حديث البلد انتهت، وضيوفنا لهالليله كانوا عابد فهد، ماجي بوغصن، باسم مهنيه، وريم حنا، و24 قيراط. وينر دانسينج وذ ستارز واور ستار انتوني توما. الشاعره الرجل والامراه باسمه بطولي. سمير يوسف ونافذه على المساجين. ميشيل ظاهر وارقى ايفنت بلبنان. بودي ديب والذوق كله بالديزاين. جوزيف جعجع وعودة مهرجانات الأرز بعد 50 سنة. دانيال صايغ والنيو بيت والنيو جينيريشن الفائز بموهبة البلد لؤي الكاسب. وأكيد شكر كبير لصديقنا اللي رفقنا كل هالموسم نعيم حلاوي. دانيال المسرح لإلك، تفضل.
يا قطعة سماء.